بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ست الملاح الأميرة صباح كان يداخلها شعور من جهة هذا الأمير لا تستطيع له أي تفسير. هل هي تحبه وتهواه أو هي تخافه وتخشاه أو هي تكرهه وتتحاماه؟ ولهذا تناقضت مع نفسها وترددت بين أملها ويأسها واستسلمت للدموع والألم والأسف والندم. وبينما هي تشكو إلى وصيفتها فطوم جاءهما صوت مكتوم وتلفتت الأميرة فإذا الدرويش صاحب النبوءة وعقدت الدهشة لسانها ولم تستطع أن تملك زمامها عندما وجدت الدرويش أمامها وهو يبتسم لها. دلوقتي بس عرفتيني. الحقني يا سيدنا الدرويش، معرفش ايه اللي جرالي. وريني كده جبينك. يا هادي يا دليل، يا هادي الطير في جنح الليل، يا هادي يا دليل، يا هادي الطير في جنح الليل. الله، ايه شفت ايه؟ قولي. استني استني، حاجة غريبة. في ايه يا سيدنا الدرويش؟ اسكتي ما تقطعنيش. اسكتي انت دلوقتي يا فاطوم. يا حي يا قيوم، يا باسط الارض، يا رافع السماوات، هات هات يا متجلي، ارحم ذلي. شفت ايه؟ قولي. حاجة خطيرة ما تتصوريهاش يا اميرة. طب ما تتكلم. مقدرش اتكلم واقولك الا لما تكوني لوحدك. دي وصفتي. لا لا يا بنتي، اخرج انا يا ست، ما تسيبينيش لوحدي. رجع نفسك يا اميرة، حكاية كبيرة. لو حد علم بالكلام اللي حاولهولك هيطول ليلك ويزيد ويلك. دي وصفتي وانا واثقة فيها ومفيش حاجة عنها بخفيها. بخطرك ذنبك على جنبك. على العموم انا موافق على وجود فاطوم، لكن مش لازم كمان يكون فيه اغراب. مفيش هنا اغراب يا سيدنا الدرويش. ما تعترضيش، انت ما تعرفيش مين الكلب ده. دي نوجة. دلوقتي تعرفي السر اللي فيه، دلوقتي هتشوفيه. سر؟ سر ايه؟ كشمير يا كشمير، ارجع من صورتك الحيوانية لصورتك الحقيقية. كشمير، انا حذرتك كتير. انا في عرضك، اعتقني غصب عني، اديني فرصه كمان، جربني. اخر فرصه عندي، انصرف بهدوء وامان واياك تقول لكروان. مش هقوله، اعتقني، ربنا يخليك. المره دي مش هاذيك، لكن مش هوصيك. اعتقني، ابوس ايديك. اخرج من هنا بصورتك على رجليك. الدرويش ما تخافيش. فهمني يا سيدنا الدرويش. الكلب اللي كان معاكي هو كشمير اللي بعته الاشكيف وراكي. شوفي يا بنتي، انا سبق وفهمتك انه مكتوب على كبيرك ان الفارس اللي حيجيلك يقتل الاشكيف ويسلمني السيف. طب ايه رايك ان اللي جالك هو الاشكيف؟ الاشكيف بس. لكن يا سيدنا الدرويش. صص، وطي صوتك يا اميره. بتقول ايه يا سيدنا الدرويش؟ بقى الامير كروان هو الاشكيف. يا
لطيف يا لطيف. احنا وجدنا فيه كل العلامات ولا حاجة منهم تنطبق عليه. بس احنا تأكدنا من العلامات. ايه في كلام وفجوات؟ الكذب ملوش رجلين. احنا بيننا وبينه 3 سنين. اذا كان بينكم صحيح وبينه 3 سنين، اذا كان جه من البحر تبقى المراكب فين؟ واذا كان جه من البر تبقى المواكب فين؟ ايوه صحيح، اهو ده سؤال ما خطرش على البال. انتوا نسيتوا كلام النبوءه. النبوءه قالت الاميره هتتجوز غريبه. ايوه صح صحيح، احنا زي ما خدناش بالنا. مش قلتلك يا فاطوم، مش قلتلك ان مش هو ده فارس الاحلام اللي بشوفه في المنام؟ بقى الامير طرواه هو الاشكيف، لكن ازاي هو ظهر في صوره امير؟ ما هو يقدر يشكل نفسه في صور كتير. لكن المهم دلوقتي هتعملي ايه بالظبط؟ احنا لسه على البر. يعني ناصر الشر، احنا لسه مخطوبين. انت عارفه انت هتقفي قدام مين؟ الاشكيف. انت عارفين الاشكيف ده يبقى ايه؟ انا هقول لكم على السر اللي فيه. الاشكيف مخلوق ضعيف، سر قوته في الخاتم. الخاتم اللي مرصود بالخاتم، ساعة ما يدعك الخاتم يظهر الخاتم، واي حاجة واي طلب يقول عليه لازم يلاقيه. لو نقدر ننتزع الخاتم من صباحه. وازاي ناخد الخاتم وهو لابسه؟ تتحايلي عليه وبالسلاح اللي بيحاربك بيه تحاربيه. يعني اعمل ايه؟ تسقيه. اسقيه؟ ايوه، اذا شرب وغاب عن وعيه تقدري تنتزع الخاتم من صباحه، وفي الحالة دي يرجع لصورته وتشوفيه على حقيقته. ولما يأذيها؟ ولا يقدر يمد ايده عليها. ليه؟ ما هو الخاتم هيحميها. ما انا هبقى ملكة الخاتم. وتدعكيه يظهر لك الخاتم. بس استنى يا سيدنا الدرويش، لما احتاجك ازاي الاقيك؟ انت لسه ما عرفتنيش. انا ابو اليسر. ابو اليسر اللي اظهر ساعة العسر. يا فتاح بلا مفتاح، يا هادي يا دليل، يا هادي الطيف في كل حليل. الامير نجم الدين يا مولاي. نجم الدين؟ والدي. كنت فين يا نجم الدين؟ مشغول يا والدي باعداد القصر الكبير اللي هيتجوزوا فيه الاميره والامير. ما انت شايف اختك بتعمل ايه؟ لحد امتى هيتحمل الامير الكلام ده؟ اطمن يا والدي، انا واثق ان الامير بيحب اختي، وما دام بيحبها ويهواها يبقى لازم هيتسامح معاها. مش هو ده فارس الاحلام اللي قعدت تستناه شهور وايام؟ انا بصراحه يا والدي اتكلمت معاها كتير بخصوص الامير. وقالت لك ايه؟ قالت يا والدي انها خلاص هتصالحه وترضيه. كل مرة بتقول كده، بس هي المرة دي متأكدة. الأمير كروان يا مولاي. كروان؟ أنا جاي لك في موضوع يا عمي، أرجوك تسمعني. طب بس اقعد أول يا ابني. أنا خلاص فاضي، مش قادر يا عمي. إذا كانت الأميرة وبتكرهني. ما تقولش كده يا أمير. مولاي الملك ياسمين. في ايه يا فاطوم؟ مولاتي بعتاني للامير ومعايا كلمتين مش كتير، اعتذار منها ودعوه عشان يقابلها. سامع؟ اصلك كنت ظالمها. انا مش مصدق. ممكن تتحقق. دلوقتي هي داعياك، يا ترى تقبل دعوتها؟ اقبلها. طيب انا هقوم. اسبقين انت يا فاطوم. امر مولاي. اطمن يا امير. ربنا يتمم بخير. طيب نعقد العقد ونحدد معاد. احنا على استعداد. تحب نعقد العقد يوم 5 الجاي؟ اللي تشوفه يا مولاي. ورحت انا بقى يا مولاي بلغت مقدم الفرشان، واعلنا في البلد اعلان ان الامير كروان يوم 5 الجاي هيعقد قرانه على اخت ست الملاح الاميره صباح. كفايه يا نصاب، انت وهو حرام عليكم، هاتوا لي ابني. عمالين تضحكوا ولا كان في شاب اختفى وغاب.
الصبر يا هانوم. منين الصبر يا ملك ريحان وانت قاعد تسمع ولا كأنه ابنك؟ ازاي الكلام ده؟ ضحكوا عليك، خطفوا ابنك قدام عينيك. لا يا ملك ريحان، خطف الأمير قضية ما تحتاجش لتأخير. كل شيء بالعقل وكل فعل وله رد فعل. صدق الملك لقمان لما قال ما تبيعش رخيص، وبرضو الملك لقمان قال الحاكم اللي ما يحكمش نفسه يا طول نحسه. واللي يفرط في ابنه ممكن انه هانوم. عن اذنك استني عندك. مولاي اوعي تفتكري عشان بحبك ان في يوم من الايام هسمح لك ان صوتك يعلى في الديوان مهما كان. حرام عليك، ابنك ضاع من ايديك. هانوم كثير من النساء اقوى من الرجال. لكن انا امي يا ملك ريحان. وانا اب كمان وطولت البال تبلغ الامل. يا قلبك هين عليك ابنك. أنا مقدر مشاعرك لكن مش عايزك تفقدي إيمانك بالله. لو ابنك مكتوب له الحياة يبقى لازم حيرجع ونلقاه. يا رب، يا ترى أنت فين يا ابني؟ تشجعي يا مولاتي واصبري وخلينا معاهم للنهاية. يا وزير دار، دي حكاية ملهاش نهاية. تعالي يا هانوم اقعدي كمل يا راجل حكايتك. ما تزعليش يا مولاتي. انت مالك انت؟ كمل حكايتك يا راجل انت. وبعدين وبعدين يا مولاي انا وصلت لحد فين؟ وصلت لحد فين يا بيبي؟ ما تسألنيش يا نوجة. يا اخوانا حد يساعدني ويقول فكرني انت يا مشمش. هو انا فاكر حاجة يا نوجة؟ وبعدين يا وزير دادار انا افكرك. انت وصلت لحد ما نزلت في البلد اعلان عن زواج كروان من اختك ست الملاح. ايوه مظبوط يا دردار مظبوط. وبعدين يا مولاي اختي ست الملاح كانت عرفت حقيقه كروان من الدرويش، عشان كده بعتت وصفتها لي عشان تصالحه ومن كلامها معاه تعرف حقيقته. عملتي ايه؟ اتأخرتي كده ليه؟ ما انا كنت بفتش عليه. ها ولقيتيه؟ لقيته في الديوان. ودخلت ازاي؟ قلت لهم ان الأميرة هي اللي بعتني او سابوني. وبعدين دخلت على الملك ياسمين لقيت الأمير كروان معهم قاعدين. ها قلت لهم على اللي اتفقنا عليه. وقال لك ايه؟ هيجي لك لحد هنا برجليه. ما اعرفش انا خايفه ليه. لا وهيبان عليك. هو ما تخافيش، افتكري كلام الدرويش بس. خلاص ادخل. فتح الباب ودخل الامير وتخلف تابعه كشمير واستقبلته الاميره احسن استقبال وبهرته بهذا الجمال ودعته إلى اللقاء. مولاي وهنا متبادى نور الصباح وتشدى